لازم نصر القبلاني، عضو بلدية في بير نبالة في محافظة القدس، عمري 51 سنة، أم لأربع أبناء، زوجة شهيد، ناشطة نسوية في الاتحاد العام وطاقم شؤون المرأة واتحاد عمال فلسطين، عضو لجنة تنفيذية. شاركت في عدة حملات تخص المرأة الفلسطينية كإقرار الكوتا للمرأة الفلسطينية داخل الهيئات الانتخابية أو المحلية، وشاركت لأول مرة تجربة المجالس المحلية عضوة. بالنسبة لجائحة كورونا لحد الآن إحنا كل يوم بيطلع لنا يعني أشياء جديدة مع الأسر، يعني التوعية، أنا لفيت أعطيت بروشرات تعقيم، دخلت بيوت كيف التعقيم، يعني لأنه هذا كل إشي كنت أنا أحصل عليه معلومة أحاول أنشرها في المنطقة وفي البلد. تشكيل اللجان وغرف الطوارئ من الحكم المحلي كعضوة بلدية عبر الجلسات، يعني تبلغنا أنه لازم يكون في غرفة طوارئ وفي يكون عضو من أقل إشي عضو أو عضوين من أعضاء المجلس البلدي في هاي اللجان. فترة زمنية شهر ونص فعالة في اتحاد العمال في رام الله، كنت بديت مع الاتحاد العمال في التعقيم والرش والمواقع الإعلامية المواقع الإنسانية في رام الله، هذا اللي أعطاني حافز عن غيري إني أنا أكون يعني مبادرة في طرح إنه أنا أكون يعني موجودة، وكوني إنه أنا عشت حروب، سبع حروب بحياتي، كان بسوريا، بالعراق، بغزة، بالانتفاضات، كان عندي تجربة، وحسيت الكاريزما تبعتي هاي لازم أنا أكون واقفة مع شعبي بهيك محنة بهيك، وهذا اللي خلاني أنزل حتى قبل ما يحضروا اللجان وأحط على كتفي البخاخة المضخة وانزل على كل الأماكن الاجتماعية في بير نبالة، رياض الأطفال، المساجد، حمامات المساجد، حمامات المستوصفة والمستشفى، وكان هذا عمل صدى كبير. كان في عزوف صراحة في الجلسة عن تشكيل لجنة الطوارئ، خوف، يعني قعدنا جلستين كان في خوف. كان عندي كل يوم برنامج صراحة، هذا يعني ما كان مفروض عليه بس أنا كنت حابة إنه، لأنه كان في غرفة الطوارئ، كنت أشارك مع الشباب نطلع نوزع لـ400 لـ500 عائلة خبز كل يوم، ما نخلي العائلة الأسر تيجي على المجلس، على باب بيتها تصلها الربطة الخبز، وإحنا صايمين نفطر في الشارع، نفطر نعمل فطور في جماعي مع غرفة الطوارئ. اكتشفنا انه في شباب عندنا كانوا شغالين مع مؤسسات شبابية، كنا حاولين نسقلهم في عمل المجتمعي، كورونا سقلتهم ودمجتهم. وبالنسبة للشؤون الاجتماعية، انا كان عندي تنسيق وتشبيك مع الشؤون الاجتماعية رائع عن جد، لأنه كنت أنا أصلاً في اللجنة اللي من البلدية مع الشؤون الاجتماعية، يعني كانوا يرتكنوا علي، يبعثوا لي قوائم، ومرات القوائم نكتشف فيها إنه ناس تنقلت، ناس كذا، كنت أصلح الداتا تبعت الشؤون الاجتماعية، تعاوننا إنه نعطي أسر، ناس عفت يعني تقول لك أنا مش محتاجة، كنت فترة لا أعطوا غيري، هذا كانت كتير يعني أشياء أنا استفدت منها تجديد الذات. بتمنى إنه السيدات يكون لهم دعم خاص ورؤية خاصة من الحكومة بسوق العمل أو بداخل مشاريعهم الصغيرة اللي هم برأسوها. بتمنى كمان إنه المرأة الفلسطينية تكون طموحة، إنه إحنا نكون مش 30%، تكون رؤيتها 50%، وتكون هي زي ما بتقود هذه الأسرة العظيمة اللي تحت الاحتلال، اللي احتياجاتها كتير صعبة أكثر من أي احتياجات أسرة في أي مكان، هي بتقدر تقوم وهي واثقة أنها بتقدر تكون قيادية وتكون معطاءة وتكون صاحبة قرار وبصنع القرار.
بالسلامة.